ازاي تعمل دراسة جدوى لأي مشروع حتى لو كان نوت بوك، وازاي تقدر تستفيد من كل الفرص اللي بتجيلك. عبد الله وأشرف أخدوا قرار يعملوا مشروع لنفسهم، ودرسوا السوق واستغلوا كل الفرص، وبمساعدة عمر اللي بقى شريكهم بعد كده قدروا يكبروا مشروعهم شوية بشوية ويغيروا مفهوم الناس في حاجات كتير. اسمي عبد الله محمد، عندي 25 سنة، خريج كلية حقوق جامعة القاهرة، مؤسس شركة ابتكار. اسمي أشرف أحمد، 25 سنة، خريج كلية حقوق جامعة القاهرة، مؤسس شركة ابتكار. اسمي عمر زكي، عندي 27 سنة، خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، من مؤسسي شركة ابتكار. قولي يا عبد الله بقى، ايه دي؟ دي اسمها مكنة ليزر. المكنة ليزر دي بتقطع كل شيء غير المعدن، اي حاجه غير الميتال. تشتغل معاك على الخشب، تشتغل على الاكريليك. الاكريليك ده حاجه خامه زي شبه بلاستيك كده. هي بتحرق؟ لا ما بتحرقش، هو على حسب الطاقه اللي انا مديها لها، على حسب الباور اللي بتاخده تبتدي تشتغل معايا. بنبتدي نرسم الرسمه على الكمبيوتر على الكورت او الاستريتور، وبنبتدي بعد كده نوصلها بالمكنه وبتبتدي تشتغل تقطع معايا، بتطلع الشكل اللي انا محتاجه. زي نظام الاركيت زمان الاركيت كانوا بيقطعوا خشب او كرتون ويبتدي يوصلوه ببعض ويطلعوا شكل في الاخر. بس الموضوع كان متعب جدا، بياخد وقت طويل قوي. فالدنيا اتطورت بقى واحده واحده، ابتدى الموضوع ابتدى مكنه امريكاني، بعد كده الموضوع بدا مكنه صيني، لان المكنه الامريكاني غالي. بس غالبيه المكن او كل المكن عامه اللي موجود في السوق دلوقتي انا عامه اللي هو المكن الصيني. بس على حسب بقى، بيختلف مع الموتور ومع امكانيات المكنه ومحتاجها في ايه، قدره قد ايه، المساحه اللي هتشتغل عليها قد ايه، هتطلع انتاجيه قد ايه، وهكذا. نعمل منها شغل الفوانيس، شغل البوكسات، هدايا، الجيفتس عامه يعني. هي بتسهل لك الدنيا، بتديها الامر مثلا برسمه بالظبط، وهي تروح شغاله. بقى بعدها بالجناب بتاعتها على حسب ثلاثيه او سداسيه او رباعيه، على حسب الجهات بتاعتها، وابتدي انا اقفلها. هي عندك بقى لها قد ايه؟ دي هي قصتها كبيره جدا. من البدايه خالص، انتوا المشروع معاكم بدا ازاي؟ بقالكم قد ايه؟ والفكره اصلا جت ازاي؟ وانتوا ايه اللي جمعكم مع بعض؟ اولا احنا يعني اشرف وعبد الله متعرفين على بعض من زمان. انا اتعرفت عليهم عن طريق الصدفه، عن طريق صديق مشترك، ومن هنا ابتدت العلاقه تتطور من صداقه لعمل، وابتدينا بقى من هنا نتحاور ونتشاور يعني الشغل والافكار بتاعه الشغل، لحد ما ابتدينا ان احنا الحمد لله يعني نتعامل مع بعض في كذا مجال، لحد ما الحمد لله استقرنا على الـ على الـ على الـ على المجال ده، مكنه الليزر ودعاية الاعلان. هي جات لنا الفكره عن طريق ان في الاول كنا بنشوف موضوع الخشب والديكورات اللي بتبقى معموله من خشب ال MDF، كان بقى شكلها شيك جدا، حاجه يعني بتبقى فخمه قوي، وازاي حاجه بتطلعيها بشكل في الاخر مجسم قدامك 3D، حاجه يبقى شكلها تبهر اللي قدامك، او على حسب الفكره اللي تيجي في بالك بتقدري تنفذيها. بدانا الموضوع في الاول خالص من فكره الكشاكيل او النوت بوك. النوت بوك بيتعمل كرتون وجواه ورق وبيطبع. بدانا فكرنا ان احنا ننفذها كخشب، يعني ننفذ الغلاف من قدام ومن ورا يبقى موجود خشب بالظبط. واجهتنا مشاكل كتيره جدا، يعني عايز اقول لك الناس كلها وقفت قصادنا، وكتير قوي قالوا لنا الموضوع فاشل والموضوع ما ينفعش وما تخشش في المجال، والمجال فيه ناس كتير مش تقدروا تعدوا فيه ومش تقدروا تاخدوا خطوه، وكلام احباط يعني فوق ما تتخيل. مر الوقت بدانا ناخد خطوه، نزلنا جربنا نعملها في السوق. المشكله اللي موجوده في السوق ان اي تاجر لما بيجي يشتغل في شغل على مكان ليزر بالاخص فبيعمل كميات، ولو عملت عنده قطعه واحده بيرفع في سعرها جدا، فاحنا يعني يعتبر ما كانش معانا اصلا اي سيوله او اي فلوس عامه، لان يعني كنا شغالين يا دوب الشغل بيكفي اللي هي المصاريف اليوميه او مصاريف الحياه عامه.
فلحد ما وصلنا لواحد بعد معاناة ابتدى ينفذ لنا الفكرة ديت، واحنا خايفين لان الفكرة لسه جديدة، خايف يسرق فكرته بالظبط. فهي دلوقتي السوق ماشي ازاي؟ لو واحد لقى فكرة بيقدر ينفذها، بياخد بالزبط. الفكرة شافها خلاص بينفذها، فنعمل ايه عشان ما حدش ياخد الفكرة دي؟ فبدأنا في النوت بوك من اول مرحلة خالص ان احنا نديله الديزاين وهو يقطع بس فقط لغيره، بس هو مش عارف الحاجة دي تتحط على ايه بالظبط. وخدناها مرحله مرحله، يعني رحنا مثلا لحد عنده مكنه تخريم عشان يخرم الورق، فبرضه واجهتنا مشكله ان هو ما ينفعش يخرم رزمه ورق بس، لا ده عايز كميه 5000 20000 ورقه عشان يبتدي يخرمها معانا. فدمنا من بعض ونزلنا جبنا مكنه تخريم صغيره وخرمنا الورق وبدانا باول عينه نطلعها. عايز اقول لك يعني لما تلاقي حاجه طلعت قدامك على الحقيقه كده بعد ما كنت متخيلها، ده احساس فوق الوصف. طب وريني بقى انت هنا ازاي بتدي الامر اصلا للمكنه ان هي تشتغل؟ قلت يعني مثلا انا عندي دلوقتي حاجه زي ده، ده قاعده البوكس من تحت تمام، المربعات الصغيره دي التعشيات اللي بتبتدي تتحط في البوكس من الجنب، اللي هو مثلا بيطلع معايا الشكل النهائي دي اللي هي الاخرام اللي موجوده على ايه؟ اللي انت بتدخل فيها بالظبط، بتبتدي انا اعشق فيها التعشيات بتاعتي ويطلع معايا كده في شكل البوكس اللي انت شفتيه. بس كده بيبقى ساده، انا شايفه ان هي مش عليها رسومات او عليها اي حاجه. على حسب، لو في العميل مثلا عايز يرسم صوره او عايز يحفظ اسم. اه انا بتكلم في كده بقى. بالظبط، احنا الخشب عامه بيقبل اكتر من حاجه، يعني ميزه الخشب الام دي اف عامه ان هو نقدر ان احنا ممكن نطبع عليه، يعني ممكن اطبع عليه صوره وممكن في نفس الوقت احفر عليه. تحفر يجي لنا بنفس الشكل دوت كده، ده كده للحفر. في شكل تاني اللي هو بيجي لونه ابيض. حاجه بيضاء عامه. تمام، الابيض ده بيقبل الطباعه، ببتدي اطبع الصوره بتاعتي عليه وبقفل الشكل بالاخر بيطلع معايا الشكل النهائي بيطلع اللي انت عايزه. اه بالظبط الشكل اللي انا محتاجه. احنا ابتدينا اول حاجه ان احنا ناخد مكان، قررنا ان احنا ناخد مكان قريب من المكان اللي احنا ساكنين فيه. تمام، خدنا مكان موجود عندنا في امبابه، فخدنا الخطوه الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا يعني ابتدينا نشتغل وعملنا فوانيس وسوقناها ونزلنا الاماكن وادينا لهم فوانيس، وفي ناس ابتدت تاخد مننا الشغل وتسوقه، فاصبح ان الحمد لله يعني ابتدينا واحده واحده في موسم رمضان اللي فات بجانب النوت بوك اللي احنا بنسواها، لا كان معانا برده فوانيس. طب احنا كل ده وان احنا بنفكر في ان احنا نسمي المكان بتاعنا ايه؟ فاحنا بنفكر كده، طب هو اسمه ابتكار، ما احنا بنبتكر، يعني ايه الفكره؟ احنا بنبتكر حاجه جديده. بس انتوا كنتوا كل ده معتمدين برده ان انتوا تجيبوا الحاجه اللي انتوا عايزينها وتودوها لحد يعملها لكم. تمام زي. احنا بقى من وقتها ابتدينا بقى ان احنا نفكر، طب احنا هنفضل واقفين على الخطوه دي؟ لا، ابتدينا مثلا ان احنا عاوزين نتعلم الديزاين، عاوزين نعرف يعني ايه مكنه ليزر، عاوزين نعرف السوق اكتر. فمن المرحله دي ابتدينا ان احنا ايه، خلاص بقى ان احنا عاوزين بقى ننفرد ونجيب مكنه وان احنا نبقى حاجه من الصفر لحد ال100 ان احنا الحاجات تتعمل عندنا. طب انت يا عبد الله بما انك انت اصلا المسؤول بتاع الديزاين، انت بقى خدت كورسات ولا انت اعتمدت على تطوير الحاجه دي ازاي؟ الديزاين عامه انا بدات فيه لوحدي، يعني بدات خطوه خطوه، ده هو يعني بتعلم لوحدي مع نفسي، يعني بخش على النت اشوف الكورسات اللي موجوده على النت على اليوتيوب موجوده على مواقع، لاني ان انا اخد كورس كان وقتها دي كانت حاجه مكلفه بالنسبه لي، يعني انا ما كانش معايا اروح اخد كورس مثلا ب 5-6000 جنيه في اول ليفل او في اتنين ليفل في بدايه حياتي انا عامه. فغير كده لما بدات اسال صحابي يعني وبدات احاول ان انا اعرض عليهم ان هم يرسموا حاجه من الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان ننفذها على المكنه، كان الموضوع بالنسبه لهم اللي هو حاجه جديده، يعني مع انه بياخد كورس بس هو مش عارف ينفذ الحاجه دي لان هو مش محتك بسوق العمل بالظبط. فبدا الموضوع ان انا ليا اصدقاء شغالين في مجال الليزر، اتعرفت عليهم، يعني انا اتعرفت عليهم بالصدفه ان انا كنت بعمل عندهم شغل، فبالتعارف بالصداقه ابتدى اقعد جنبه واشوف هو بيعمل ايه، يعني بيجي دي كده بيعمل دي كده، الشكل ده بيقسمه ازاي، بيرسم مربع ازاي، بالخطوط، الكلام ده كله. واحده واحده بدات افهم الدنيا كلها ماشيه ازاي.
هو الحمد لله حاليا قدرنا ان احنا نوصل لهدف كان نفسنا فيه من زمان ان احنا نحققه، من ناحيه ان العميل هو اللي يجي يسالنا يقول لنا انا عايز هديه، يعني انا عايز اجيب هديه مثلا لخطيبتي، عايز اجيب هديه مثلا لاخويا في عيد ميلاده، عايز اجيب هديه في مناسبه معينه. العميل بقى يتواصل معنا بشكل فريندلي جدا، بيتكلم انا محتاج هديه مثلا في عيد ميلاد، فبنبتدي نعرض عليه والله احنا عندنا بوكس ممكن تحط فيه كذا وكذا وكذا. وعايز اقول لك قدرنا نوصل دلوقتي ان احنا نخلي الهديه كامله من اولها لاخرها موجوده في بوكس واحد، بحيث ان هو يريح دماغه على الاخر، حتى ان هي توصل بقت توصل للعميل مثلا لخطيبته او لصاحبه او لصديقه بتوصل له كمفاجاه. فدي خطوه خلتنا نتقدم خطوه كبيره جدا في السوشيال ميديا عامه، لان زي ما انت عارفه السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجه اساسيه في حياه الناس كلها. فتخيل ان الشخص دلوقتي يجي يقول لك انا عايز كذا، واثق فيك لدرجه اني عارف انك هتقدري تجمعي له هديه يعني ينبهر بيها. حتى عندنا في الصفحه دايما بننزل الراي للعملاء بعد ما بيستلموا الهديه. لكن فكره ان انت انا كعميله ابقى واثقه في الشخص ده لدرجه ان انا اقول له انا عايز اجيب هديه لحد، بس خلاص انا ده اللي انا قلته، انت بقى اللي بتعمل لي وانا واثقه متاكده اللي هو هيعمله هيعجبني.